بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن عزت من كورس نيكس كوم أونلاين، موقع وقف أونلاين دوت كوم. النهاردة إن شاء الله هناخد حاجة اسمها ريدايركتنج وحاجة اسمها بايبنج. أول حاجة يعني إيه ريدايركتنج؟ الريدايركتنج هي إن هو يحول لي نتيجة معينة لإيه؟ لملف نصي أقدر أقراه. وبعدين تعالوا نشوف كده، زي ما أنتوا شايفين أنا بشتغل على توزيعات فيدورا. طبعا زي ما قلنا التوزيعات هي هي، الكومنتس هي هي، اللي بيختلف الكونفيجريشن فايل. تعالى نفتح التيرمينال. هنا لما اقول له اس مثلا انا عايزه يحول لي النتيجه اللي خرجت دي لملف نصي بحيث ان اقدر اقراها بعدين. تعرف ان الجي ال تمام. طب دوت كده النتيجه اللي خرجت دي زي ما انتم شايفين ما فيهاش ايرور، يعني ما قاليش ايرور. ماشي، ما دام ما قاليش ايرور يبقى اسمها ستاندرد اوتبوت. ستاندرد اوت. طب لو قال لي مثلا ايرور زي ما اقول له كده مثلا اي نو ساتش فايل او ذلك، ماشي، بعد اسمه ستاندرد ايرور. طب انا عايز احول الستاندرد اوتبوت دوت وعايز احول الستاندرد ايرور. تعال نشوف الاول زي نحول الستاندرد اوتبوت. انا اقول له مثلا ال اس بعد كده سام دوت عشان يحوله لي الملف اسمه اي وادوس انتر. اقول له كات لاي هل لي الحاجات اللي حولها لي، وهي لو ركزت تلاقي هي الحاجات الموجودة على الديسك على هو. لكن انا حولت ستاندرد ايرور. ماشي، طب تعالى نحول ستاندرد اوتبوت. اقول له مثلا كات اي حاجة عشان احول ستاندرد اوتبوت، احط 2 وبعد كده سهل ومثلا نفس الملف اي. اقول له كات لي اي قال لي ايه كات مش عارف ايه مساتش فايل ايه ده طبع لي نفس اللي طبعه لي فوق. ماشي، عشان الناس بس تقول لي احسن يظهر احسن ده ايرور ولا حاجه. تعال نشوف هو مساتش فايل ايه ده. اوكي، طب زي ما انتوا شايفين ان انا كنت حامل في الاول على ايه، ماشي، ستاندرد اوتبوت. ماشي، كان حاطط شويه كلام ولما جيت عملت ستاندرد ايرور مسح الكلام القديم وحط الكلام الجديد. طب انا عايز اتلاشى دوت اعمل ايه؟ بدل ما بحط سهم واحد هيبقوا سهمين. تعالوا نشوف كده، اقول مثلا ال اس بعد كده سهمين ملف اسمه سي. هنجرب ملف جديد خالص، بص انت اقول له كات سي الحاجات اهي. دلوقتي اقول له مثلا كات مش عارف ايه وتو واتنين ساعة. ماشي، الملف اللي اسمه سي بس انتر. تعال بقى نشوف سي كده، هنا هو الحاجات موجودة والحاجات التانية موجودة اهو، هو نو سيرش فايل اوريدي. يبقى سهم واحد بينقل ويشيل القديم، سهمين بينقل ويخلي الجديد والقديم. اوكي، طب انا اصلا لو انا مش عارف ال النتيجة اللي تطلع لي ازاي وانا عايز احولها لي على الملف على طول، انا مش عارف ايه النتيجة اللي تطلع لي، مش عارف كده ستاندرد اوتبوت ولا ستاندرد ايرور، اعمل ايه بقى؟ اقول له مثلا ال اس سلاش اي تي سي بعد كده اند وسهمي الملف اللي اسمه سي. كده حول لي النتيجة اللي ظهرت من الكوماند دوت سواء كانت ايرور او ستاندرد اوتبوت يحول لي الملف اللي اسمه سي. طبعا مش هيمسح الحاجة القديمة اللي في سي. اقول له كات سي، شايفين عندي الحاجة بتاعت الاي تي سي. لو طلعنا فوق هنلاقي الحاجات القديمة بتاعت اللي هي 1 2 3 ومش عارف ايه. اوكي، طيب احنا كده خلصنا الريدايركتنج. تاني حاجة البايبنج. ايه هي البايبنج؟ البايبنج اللي انا بقول له مثلا ال اس سلاش اي تي سي بعد كده احولها لي، بقول له حولها لي خرجها لي من هنا. ماشي، ونفذ عليها كوماند ده جريب مثلا بس دبليو جي. احنا خدنا جريب بنقول مثلا هات لي، فانا هنا اقول له ايه ال اس سلاش اي تي سي
ماشي، واللي يخرج عدزهولي من البايب لاين ديت ماشي، ويجرب لي منه باسورد بس، وادوس انتر جاب لي كل الكلمات اللي فيها باسورد. يعني هنا مثلا اقول له ls عند الديسكتوب، واقول له ls وبعد كده بايب لاين جريب داونلود كاسري، جاب لي داونلود. ماشي يا شباب، يبقى ايه هي وظيفة البايب لاين؟ ان انا اقول له النتيجة الاولانية ما تعرضهاليش كلها، لا انت هعرضها وبعد كده الكوماند التاني اللي اتكتب لك طبق لي عليه. ماشي، يعني انا قلت له ls slash etc بعد كده جرب لي منه ايه بس wz، ازاي ls slash etc اعرضهولي بس تبع ايه في الخلفية بحيث ان انا ما اشوفهوش، وبعد كده هات لي منه الباس دبليو جي، لما ادوس انتر هيجيب لي النتيجة اللي انا عايزها. كشف، تعالوا بقى نرجع كده على اللي احنا خدناه. انا الستاندرد اوتبوت بياخد اللي هي سهم سهم او سهمين، سهم واحد عشان يشيل القديم ويخلي جديد، سهمين عشان يخلي الجديد والقديم. ستاندرد ايرور بيقولنا بياخد اتنين وسهم، اتنين وسهمين، ولا اتنين وسهم عشان يمسح القديم ويخلي الجديد، اتنين وسهمين عشان يخلي الجديد والقديم. وانا لو احنا مش عارفين نستخدم اند وسهم عشان يمسح القديم ويخلي الجديد، واند وسهمين عشان يمسح عشان يخلي الجديد والقديم. وقلنا اللي هي البايب لاين هي شيفت والحرف اللي فوق الانتر، ماشي هيجيب لي البايب لاين. اقول له حولي الحاجة من هنا، حولي الحاجة من هنا كده، حولها لي لهنا وطبق عليها كومنت اللي انا عايزه. كده محدث النهارده انتهت، وانا كنت شرط في الشغل. كان معاكم عبد الرحمن اسد، كورس نكس كوماند لاين، ومعاكم عبد الرحمن دوت كوم.